أثناء الصلاة وأنا أصلي وفي أثناء قيامي لقراءة القرآن أجد نفسي أفكر في أشياء خارج الصلاة، وكذلك أثناء قراءة القرآن خارج الصلاة، وإنني أحيانا لا أجد حلاوة الإيمان ولا أكون خاشعة في الصلاة. أفي ديني كيف أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا قلب الاسلام وجود الهواجس في الصلاه، وان الانسان قد يخرج بتفكيره عن الصلاه، هذا امر لا يكاد يسلم منه احد، ولكن الواجب ان الانسان يرد نفسه الى الصلاه، اذا احس بشيء من ذلك فانه يرفض هذه الهواجس ويعود الى صلاته وحضور قلبه فيها ولا يضره ان شاء الله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.